السلام عليكم، ايه الاخبار؟ عامل ايه؟ يا رب تكون تمام. كيلو وحشت كلام من امبارح صح؟ عموما انا بحب اعمل فيديوز جدا كل ساعه، حتى مش كل يوم، فلو انا ما وحشتكش انت وحشتني يا اخي. الفيديو ده معمول بناء على طلب بسنت ثابت، علشان هي كتبت لي في كومنت الفيديو اللي فات ان هي عايزه تعرف ازاي بنعمل فيك 3 دي من الاشكال وكده. والصراحه ده موضوع كبير شويه، بس هنعرف هو كبير ليه وهنعرف ان شاء الله هنبسطه ازاي. والفيديو اللي بعده كمان اللي هو بكره ان شاء الله هيكون بناء على طلب خالد الشامي، اللي كان عايز يعرف برضو ازاي بنجيت انسبايرد او ازاي بنستلهم لشغلنا يعني من الفيديوهات الادفانسد او الفيديوهات الجامده جدا على مثلا فيميو او كده. فيا ريت تنزل تحط لي في كومنت دلوقتي انت عايز الفيديو اللي جاي يكون عن ايه، اللي هو ان شاء الله يعني هينزل بعد بكره، علشان زي ما انت شايف انا بشوف الكومنتس بتبقى مكتوب فيها ايه وبعمل فيديوهات عليها مخصوص. وانت تحت بقى بتحط الكومنت يا ريت تشترك في القناه لو انت لسه ما اشتركتش، وتعمل لايك للفيديو علشان ده بيساعده اكتر ان هو ينتشر. فبقى رغي حد كده ويلا ندخل في الفيديو. يعني ايه اصلا فيك 3 دي؟ الفيك 3 دي ده يعني انا دلوقتي عندي، احنا اصلا بنعمل موشن جرافيكس 2 دي صح كلام؟ طيب انت عندك اوبشن في الافتر افكتس ان انت تعمل لاير 3 دي، تمام؟ يعني انت ممكن تعمل مكعب باللاير 3 دي، انت بترسم مربع وبتعمل له اكستروجن وبيبقى هو مكعب، بس مش ده الفيك 3 دي، ده كده 3 دي حقيقي يعتبر، علشان افتر افكتس بيعمل لك شكل ثلاثي الابعاد بالمربع اللي انت رسمته. احنا بقى مش بنتكلم في الحته دي خالص، احنا بنتكلم في حته تانية اللي هو انت ازاي تعمل شكل 3 دي او انيميشن شكلها 3 دي باشكال 2 دي بس. يعني انت المكعب لو مكون من مربع ومستطيل عامل كده ومستطيل عامل كده وبتاع زي ما انت شايف كده على الشاشه، فانت ترسم الحاجات دي 2 دي وتحركها باسلوب يبان ان هو 3 دي، لكن هو مش لاير 3 دي اصلا. لو ما فهمتش فانت هتفهم في الخطوه اللي جايه اللي احنا هنعدي عليها، عشان احنا الفيديو ده هناخد خطوتين. اول خطوه فيهم ان انا هجيب لك كرسي انا كنت عامله فيك 3 دي في شغل قبل كده ليا، ونتناقش هو اتعمل ازاي وايه التحديات او ايه اللي انت محتاجه علشان تعمل حاجة فيك 3 دي. الجزء التاني هو ان احنا هنطبق تطبيق سريع كده على مكعب او حاجة بتلف حوالين نفسها. هي هتبقى حاجة بسيطة شوية، بس ان شاء الله الفيك 3 دي هنعمل له فيديوز بعد كده كتير. حاجة بس لازم تكون عارفها ان مفيش فيديو فيك 3 دي ابدا هيطلعك بتعرف تعمل فيك 3 دي لاي حاجة، علشان الموضوع ده بالذات محتاج ابداع شوية، او محتاج ان انت اي شغل انت هتعمله فيك 3 دي لازم انت تفكر له كتير، لازم انت تشوف هو هيتعمل ازاي اصلا. مفيش رولز ثابته او خطوات ثابته انت هتتعلمها وتمشي عليها فهتطلع فيك 3 دي من اي حاجه، مفيش كده. فاحنا بقى نخش دلوقتي في اول خطوه فيهم ان احنا نشوف الكرسي ده اتعمل فيك 3 دي ازاي. تعالى نشوف بريفيو سريع كده بس اوريه لك الاول. هو كرسي بيلف حوالين نفسه وبيطلع كده من الشمال لليمين ويرجع تاني، تمام؟ طيب ده اتعمل ازاي بقى؟ ببساطه انا رسمت كرسي بالمنظر ده، حطيت له الثلاث عجلات اللي انت شايفهم دول، انا اعتبرتهم ايه؟ ان انا عندي عجله هنا وعجله هنا وفي عجله هنا قدام وعجله ورا، يعني دول عجلتين ورا بعض، بس طبعا احنا شايفينهم عجله واحده، تمام؟ فانا حبيت الفف الكرسي حوالين نفسه. خلي بالك هو الكرسي مكون من ايه؟ مكون من القعده بتاعته اهو او البيز بتاعته، والرقبه اللي هي بين العجل والبيز، والعمود اللي شايل الظهر، تمام؟ والظهر نفسه. لما كرسي زي ده يلف، انا قبل اصلا ما اعمل الانيميشن ده انا فكرت كتير، هو تقريبا انت التنفيذ مش بياخد وقت على قد ما التفكير بياخد وقت او بياخد مجهود منك ان انت تتخيل الكرسي ده بيلف ازاي. لو قدرت تجيب اصلا فيديو حقيقي لكرسي بيلف وتعمل زيه مفيش يعني مفيش مشاكل خالص، تمام؟ هو الهدف اصلا ان انت تعمل الشكل ال 3 دي ده بانيميشن 2 دي او باشكال 2 دي. فانا دلوقتي قلت ايه؟ فهو هيلف، لما هيلف ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان العجل اللي على اليمين ده، تمام، واللي على الشمال هيخش لجوه شويه، والعجل اللي جوه اللي هو كانوا الاثنين اللي ورا بعض في واحده هتيجي يمين وواحده هتيجي شمال، تمام؟ يعني مثلا برضو علشان ايه تتخيلها معايا، انا دلوقتي عندي الكرسي اهو وهو باصص لي كده في وشي، ودي يعتبر الايه العجل اللي هنا ده او الحته اللي فوق العجل دي لو انا باصص لها من فوق، فانا هعمل لها روتيشن كده علشان تبقى معبره عن الشكل الحالي. يعني اهو دي العجله اليمين ودي العجله الشمال ودي العجله اللي في وشي اللي انا شايفها ودي العجله اللي وراها اللي هي مداريه. طيب لو انا دلوقتي جيت بقى الفف الكرسي شويه زي ما الانيميشن عامل، ايه اللي هيحصل؟ تمام، شايف ايه اللي بيحصل؟ ايه بقى اللي حصل ده؟ انا بقيت شايف عجلتين بس. ببساطة الانيميشن اللي حصل دلوقتي هو ان الحتة دي او البيز دي لفت كده،
بس. فانت بقيت شايف الايه، بقيت شايف عجلتين بس اللي هما قدامك، اللي هي دي ودي، ودول متغطيين بالاثنين اللي قدام، صح؟ فانت بقيت شايف عجلتين بس. طيب هكمل الانيميشن شويه، رجعت شايف ثلاثه تاني اهو، ما هو لف كده، ما هو كمل اللف بتاعه كده. فانا ابتديت اشوف بقى، انا لو باصص للعجل ده بالمنظر ده من هنا اهو من قدام كده، هشوف الكلام ده ازاي في الـ في الـ في المقطع ده، او في الـ في الـ من المنظور ده. وابتديت احرك الكور دي بناء على النظره او المنظور اللي انا متخيله. علشان كده بقول لك انت بتبذل مجهود كتير في التخيل. التنفيذ هو كله ايه؟ كله بوزيشننج. التنفيذ ما فيهوش حاجه، الفكره في التخيل، انت بتتخيل ازاي. طيب انا عملت ايه بقى؟ احنا كده اتكلمنا في العجل، وده كان من اصعب الحاجات اصلا. الكرسي لما لف ظهره ما فيهوش الحاجات دي، صح؟ ظهره ما فيهوش الايه، الاشياء دي. فانا لما اللي هي الزراير دي يعني، لما لف كده الظهر بقى فاضي، تمام. وبعدين لما رجع تاني، خلينا نخفي دول علشان نشوف، لما رجع تاني رجع في الزراير. طيب القعده دي فين بقى؟ انا افترضت ان العمود بتاع الكرسي طالع في يعني ايه، في نص القعده شويه او في طرفها يعني. فدلوقتي لما لف القعده لفت معاه، لما هتلف معاه ايه اللي هيحصل؟ هتيجي هي يمين شويه كده، وانا هشوف بقى ايه البروفايل بتاع الكرسي كده، والعمود ده ورا شويه، تمام، والقعده قدامه، صح؟ وده كده ظهره اهو، وبعدين لف، فالقعده بقت شمال والعمود بقى يمين، والظهر كمان بقى يمين، وانا شايف هنا جنب الظهر، فما فيش لسه زراير. ابتدت الزراير تظهر واحده واحده لما وشه ابتدى يظهر تاني، تمام، لحد ما رجع زي الاول تاني كده. فده كان الانيميشن بتاع الفيك 3 دي. وعايز اقول لك ان انا اكتشفت دلوقتي غلطه وانا بعمله. غلطه فين بقى؟ في العجل. فياريت تقول لي الغلطه دي في الكومنتس لو انت اكتشفتها معايا، فدي هتبقى حاجه عظيمه جدا، علشان حتى دي هتدربك ان انت تتخيل اكتر. يعني انا فعلا غلطت وانا بعمل الانيميشن ده في العجل بالذات، فلو اكتشفت الغلطه دي يا ريت تقول لي في كومنت دلوقتي. تعالى بقى نخش في الخطوه اللي بعدها، وهي ان احنا ننفذ فيك 3 دي انيميشن فعلا على حاجه بسيطه شويتين بس، هتفهمنا الدنيا بتتعمل ازاي. وبعد كده ان شاء الله هيبقى في تطبيقات بقى فيك 3 دي على حاجات كتير عموما، عشان احنا فعلا محتاجين نعمل تطبيق فيك 3 دي لاي شكل بقى انت ممكن تتخيله يعني. فيلا بينا نشوف احنا هنعمل ايه دلوقتي. احنا هنعمل الشكل اللي انت شايفه ده، يلا ننفذه. احنا هنعمل ايه بقى؟ هنعمل شيب لاير، هنرسم فيه ريكتانجل، بس واحنا بنرسم تدوس على الت، يعني خليك دايس على الت، تمام. رسمت اهو مربع، خلينا ايه نخفف اللون بتاعه شويه، يعني ساتوريشن عالي قوي. وعايز واحد كمان زيه اهو، خلي واحد هنا وواحد هنا، بس هغير اللون بتاعه شويه، خليه ايه علشان يبان لي بس 3D يعني، تمام. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هعمل حاجه لطيفه كده، هخش في الكونتنتس بتاعه الريكتانجل باث، هخش في الباث وهعلم عليه كده، تمام. وبعدين هاجي عند ويندو كرييت نولز فروم باث، تمام، وبعدين هدوس بوينتس فولو نولز، هيعمل لي اربعه لايرز بالمنظر ده. ايه دول؟ هنعرف دلوقتي، بس خلينا نعمل نفس الخطوه تاني للاير الثانيه اهو. نقفل ده بقى كده خلاص، مش عايزينه. خلينا نغير الالوان دي علشان تبقى مختلفه عن اللايرز اللي فوق. ايه النولز دي بقى؟ انا عندي دلوقتي الباث بتاع الريكتانجل ده عباره عن اربعه بوينتس، واحده الثانيه الثالثه الرابعه، فهو من الاخر عمل لك مربع كده تتحكم فيه باي بوينت فيهم، فاهمني؟ بالمنظر ده كده اهو. خلينا بقى احنا نشوف احنا هنعمل ايه بالظبط. انا عايز احرك المربع ده بحيث ان هو يبقى عامل كده اهو، اهو هعلم على الاربعة بوينتس بتوعه بالمنظر ده كده. وهعمل ايه بقى؟ انا هجيب دول هنا اهو كده، هخفيه خالص بحيث ان انا شايف كده سايد واحد او مربع واحد من المكعب اللي انا هلففه حوالين نفسه ده. طيب لما هاجي الفف المكعب ده حوالين نفسه، ايه اللي هيحصل بالظبط؟ انا ببساطة لو باصص برضو من فوق، خلينا ناخد اكزامبل من فوق، لو بص من فوق هلاقي مكعب كده، انا باصص له من هنا دلوقتي، فانا شايف المنظر ده، تمام. طيب لما هاجي اعمل له بقى روتيشن،
ايه اللي هيحصل؟ لا خليه نظبط الانكر بوينت عشان احنا بنلففه حوالين نفسه. ايه اللي هيحصل في الروتيشن بتاعه؟ اللي هيحصل ان دلوقتي لو انا شايف انا عندي خطين اهم شايفهم، واحد اتنين اللي هم ده وده، لما هيحصل له روتيشن الخط ده خلي بالك كبر شويه بقى، يعني ده هيجي كده شويه شمال شويه، وده هيجي برضو يمين شويه. بس ايه اللي هيجي يمين شويه؟ انا هيبان لي بقى حاجه تانية، سايد تاني. يعني انا دلوقتي معلش انا عارف ان الموضوع معقد شويه بس حاول تركز معايا، انا شايف سايد واحد بس اللي هو ده الوش ده، تمام؟ لما هلففه حوالين نفسه هبتدي ايه اشوف وش تاني من الجنب شويه، الوش التاني ده الخط بتاعه هيبتدي يطلع لبره شويه، تمام؟ انا هنفذ ده ازاي بقى؟ هنفذ ده بان انا اعمل اهو، هدوس كنترول ار، هجيب المسطره دي واعمل لها خطوط هنا بالمنظر ده كده، وبعدين اجي هنا مثلا بعدها بشويه، وهنا كمان زيها الناحيه التانيه، وهنا اهو. يعني هعمل شويه جايد لاينز كده، جايد لاين في النص بالظبط، وجايد لاين على الشمال عند الحدود بتاعه السايد بتاعي، وجايد لاين بتاع اللي هو ايه وهو المكعب بيلف الخط ده هيطلع لحد فين، تمام؟ علشان دول هيساعدوني كتير قوي. هنفذ ده ازاي؟ هنفذه بان انا اجي هنا اعلم على كل اللايرز دي، هستثني بس الشيب لاير نفسه، وادوس بي واعمل كي فريم، واجي كمان ثانيه او اي وقت بقى انت عايزه ايه، هجيب الاثنين دول اعلم عليهم مع بعض واجيبهم لحد الخط ده كده. وكمان هعلم على الاثنين دول ده وده اهو، اجيبهم هنا اهو في النص، ودول هجيبهم هنا في مشكلة بقى، خلينا نشوف الاتنين اللي فوق بعض على طول اهو، هجيبهم هنا اهو ودول هجيبهم هنا. اعتقد ان انت كده لو ما فهمتش اللي انا قلته من شوية على الشرح اللي هو انا باصص من فوق وبتاع هتفهمه دلوقتي. ايه اللي حصل دلوقتي؟ اللي حصل ان انا خليت السايد ده اهو، ارجعه تاني، انا باصص كده فشايف المنظر ده. طيب لما جيت امشي كده لقيت المربع ده، خلينا نعمل له انيميشن معايا كمان عشان يبان اهو، لقيت المربع ده بيلف كده. الحته دي بقى او الوش ده هو بقى ده المنظر ده، والوش ده اللي انا كنت شايفه في الاول هو بقى ده، تمام؟ بعد كده لما يكمل بقى اللفه بتاعته هشوف الوش ده بس. طيب ده هيتعمل ازاي؟ اهو هبتدي كمان بقى اخش كمان ثانيه كمان زياده، يعني ابقى عندي ثانيتين كده، هجيب الاثنين دول هنا اهو للايه للجايد لاينز بتاعت الشكل الاصلي بقى اللي هيرجع عليهم تاني اهو بالمنظر ده كده. ماشي خلينا نجيب ده كده، ده بقى هيختفي خالص، فانا هخفيه خالص ازاي؟ هقوم جايب التو نولز دول كده زي ما انا حركتهم لحد الشكل الاصلي برضو، وجايب التو نولز دول برضو لحد الشكل الاصلي اهو، تقريبا كده اهو اختفى خالص صح؟ ودول برضو هجرهم كده لحد الشكل الاصلي بتاعي. خلينا نشوف الانيميشن كله بقى على بعضه كده اهو. انا عايز برضو اعمل انيميشن للمربع معايا علشان تتخيل معايا الموقف، بلاش ده علشان ده مش مربع قوي، خلينا نعمل واحد جديد اهو. اهو انا هعمل روتيشن من اول هنا لحد هنا اهو،
90 درجة. بص بقى ايه اللي حصل. انا هنا لو باصص من الناحية دي هشوف المنظر ده، جاء يلف بقى فشفت ايه، واخد بالك؟ انا واحدة واحدة بشوف الحتة دي هنا اهو، وبعدين واحدة واحدة بقت الحتة دي تختفي من النظر بتاعي، ما هو انا باصص من تحت، وبعدين ظهر المنظر الجديد. يلا بريفيو تاني. ده كان تطبيق سريع جدا على الفيك 3 دي، مش هدفه اي حاجة غير ان انت بس تعرف الموضوع بيتعمل ازاي وبنتخيله ازاي وايه خطوات تخيله، حتى مش خطوات تنفيذ اي فيك 3 دي. فاوعدك ان شاء الله ان انا هعمل فيديوز بعد كده على تطبيقات تانية فيك 3 دي، حتى ممكن نبقى نعمل الكرسي اللي احنا شفناه ده مع بعض تاني من الاول، او اي حاجة تانية بقى، يعني اي حاجة هشوفها ممكن تتعمل، او اي حاجة حتى صعبة ممكن نبقى نعملها مع بعض في فيديوهات تانية. يا ريت يكون الفيديو مش معقد، عشان انا بجد هدفي ان انا ابقى ببسط لك المعلومة على قد ما اقدر، او ببسط لك الموضوع على قد ما اقدر، عشان ما تحسش ان الحاجات دي معقده يعني. فلو شايف ان هو بسيط، او لو شايف ان الفيديو مفيد، يا ريت تعمل لايك وسبسكرايب لو انت ما عملتش لسه سبسكرايب، ويا ريت تعمل له شير مع اصحابك. وشكرا ان انت اتفرجت لحد دلوقتي. سلام عليكم.